اليوم أنت تستطيع أن تقول أننا وصلنا إلى حالة الردع والدفاع عن الأرض المحتلة. لما نتكلم أن إحنا جيش القدس وجيش ونتكلم عن معركة الوعد الآخرة، لا نتكلم فيها لأننا سنحرر أرضنا فقط، ولكن لأننا لأن ما قاله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما قال زوى الله تعالى لي الدنيا، وفي لفظ آخر الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها وأن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. أن 510 مليون كيلو متر مربع وهي مساحة الكرة أرضية سوف تعيش حالة لا ظلم فيها ولا قهر فيها ولا خيانة ولا صهيونية ولا مسيحية غادرة ولا قتل بهذه الحجم، هذه الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني والشعب العربي في كل الدول العربية، سواء كانت في لبنان وسوريا وفي العراق وفي غيرها.